اسم تركيا يذكر وبجواره كلمه مشكله. معانا على الدكتور استاذ هاني سليمان المدير على التليفون الدكتور هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير بحضرتك والساده المتابعين، اهلا وسهلا. برحب بحضرتك. ويعني تركيا عايزه ايه دلوقتي؟ يعني فكره انها انسحبت من كام يوم وسحبت السفينه بتاعتها او اللي كان موجود في البحر شمال المتوسط، وبعد كده بعدها بكام يوم رجعت تاني تضيف قواتها في شمال المتوسط، ايه اللي عايزاه تركيا دلوقتي؟ يعني انا شايف ان تركيا خلال الفتره الاخيره هي تحولت وخاصة من بعد 2013 من سياسة تصفير المشاكل اللي كانت بتقدم نفسها على أنها دولة يمكن ذات رؤية تحقق الديمقراطية وتحقيق الاستقرار والسلام، الخطاب ده اللي كان بتحاول تطرحه، لكن تحولت من تصفير المشاكل إلى دولة يمكن بتخلق وتصدر المشكلات والأزمات، على اعتبار أن يمكن خلال الفترة الأخيرة لو كلنا تابعنا هنلاقي أن تركيا في من بعد 2013 بدأت تفقد أوراقها الأساسية في المنطقة، وكانت تعول بشكل كبير وتستثمر على ملف الإسلام السياسي، واجهتها صعوبات في تونس ثم في مصر وعدد من المراكز الإقليمية الهامة بالنسبة للنفوذ التركي اللي كانت بتعول عليها. ثم نقطة التحول الثانية اللي هي أحدثت يمكن هزة كبيرة هي محاولة الانقلاب في 2016، وبصرف النظر عن تفاصيل ما إذا كانت محاولة انقلاب حقيقية أو ربما بعض الرؤى التي تتحدث عن أنها ربما كانت مبرر فقط لبسط النفوذ وغلق المجال العام، أعتقد أن بعد محاولة الانقلاب تلك كانت تركيا يمكن استدركت حالة العزلة السياسية اللي موجودة فيها، على اعتبار أن الدول الأوروبية كلها لم تحرك ساكنا وكأنها ترحب بالأمر، وده جعلها تزداد في ممارساتها الاستفزازية في الإقليم وتتوسع فيه، وبالتالي هي بدأت في استمرار نشاطاتها الغير قانونية وغير المشروعة في التنقيب عن الغاز في المتوسط، ثم محاولة التوسع في بعض الملفات وزيادة النفوذ في الجانب السوري، ومحاولة التقارب من روسيا اللي هو بالمناسبة جردها من أدواتها وجعلها رهينة للدور الروسي، وهي يعني جعل نفوذها هناك يتراجع بشكل كبير وأعطى الأولوية لروسيا. ثم بعد ذلك هي مؤخرا توسعت في فكرة التدخل وبسط النفوذ وخلق مساحات جديدة في الداخل الليبي، ودي كلها يمكن محاولات استطاعت تركيا فيها ان هي تجد لنفسها موطئ قدم بالتوازي مع وجودها في السودان جزيرة سواكن وانشطتها في القرن الافريقي، لكن ما لم يكن يدركه او يحسب له حسب العدالة والتنمية واردوغان ان ده جعل هناك من احزاب المعارضه او من داخل الحزب نفسهم ينشقوا عن اردوغان نتاج رفضهم وعدم رضاهم عن هذه السياسات اللي احدثت شرخ وتصدع داخلي، علاوه على ان هذه بسط النفوذ وهذه التحركات ستؤول بنتائج عكسيه وسلبيه على تركيا نفسها، وده اللي وجدناه في الفتره الاخيره من رفض اقليمي للوجود التركي في المتوسط وتقارب يوناني قبرصي مصري وحتى من اسرائيل وبعض الدول، ورفض الانخراط التركي او اقحام تركيا في اي اتفاقات موجوده، ثم عزل تركيا سياسيا وبعد حديث في الداخل الليبي عن الخط الاحمر وارتباك اوراقها في الفتره الاخيره من استقاله السراج واعاده هندسه الاوضاع والمصالح في الداخل الليبي اللي هو بيجعل ان تركيا في مأزق حقيقي الان، والتحركات الاخيره في المتوسط وترسيم الحدود بين مصر واليونان وغيرها من الاتفاقات مع ايطاليا وغيره جعلت تركيا في عزلة شديدة، وبالتالي هي كانت تحاول بعد سحب السفينة ان هي تحاول تجس النبض، وكان يمكن انسحاب تكتيكي، لكن اعتقد ان تركيا وجدت نفسها بتعاني وهناك حالة اصرار وعناد تركي الان من محاولة استفزاز الجانب اليوناني، لكن اعتقد ان جملة هذه التصورات وهذا العرض يؤكد ان تركيا في ازمة حقيقية وان هي في حاجة الى مراجعة سلوكياتها وتحركاتها الإقليمية، على اعتبار ان هي في المحيط الاوروبي كانوا رافضين لسياسه الضغط بورقه اللاجئين او ورقه المقاتلين الاجانب، وايضا رفض للتحركات الاستفزازيه في المتوسط اللي هي انشات بؤره توتر اقليميه اوروبا في غنى عنها، علاوه على ان دول مثل ايطاليا حتى اللي هي قريبه من حكومه الوفاق
والجانب التركي هي كانت رافضه للتحركات التركيه بجانب دول عديده مثل فرنسا والجانب العربي. بعد كل هذا الاستفزاز ممكن ينفجر الوضع؟ يعني انا شايفه في التصريحات بتقول ان هي مش هتسمح، اليونان مش هتسمح ومش هتمشي اسطولها غير لما تحرك تركيا اسطولها، فهنا قاعدين الاثنين بالتوازي في شمال المتوسط. هل ممكن يكون دي شراره او ممكن يبدا، ولا تركيا بتعرف امتى تنسحب وامتى تثير الاعداء؟ يعني تركيا السياسه اللي بتتبناها الان هي السياسه الاستفزازيه، وزي ما قلت خلق وتصدير المشكلات، لكن اعتقد ان يمكن لها سقف معين وحدود معينه للتحرك، على اعتبار ده وجدناه عندما كان هناك تحرك حقيقي واستنفار مصري والحديث عن الخط الاحمر. اعتقد ان تركيا لهجتها وفي سياستها الخارجيه وتصريحاتها اختلفت تماما، حتى التحركات العسكريه، لانها لا تضمن تامين خطوط الامداد او بعض الاعتبارات الخاصه ب الأسبقية واليد الطولة فيما يتعلق بخطوط الإمداد العسكرية وقرب مصر من ليبيا وغيره. نفس هذه الحسابات أيضا تضعها تركيا في حساباتها فيما يتعلق بالمتوسط، على اعتبار أن أي تحرك عسكري لن يكون مقبول فيما يتعلق بالاستنفار والتحركات التركية، على اعتبار أن هي غير قانونية أصلا وممارستها ستؤزم الموقف، اللي هو دول أوروبية لا تريد مثل هذا التأزم وهذا التوتر في المنطقة، اللي هي تريد ابعاد جمله المشكلات والقضايا التأزم بعيدا عنها. يعني هي تسعى الى حل المشكله في ليبيا حتى لا يكون هناك مقاتلين اجانب او بعض اللاجئين، وتحاول تحقيق الاستقرار. في هذا التوقيت تاتي تركيا لتثير ازمات عديده لن يكون طرفها هنا دوله مثل مصر الشرق اوسطيه من شمال افريقيا، ولكن سيكون اطرافها دول مثل قبرص واليونان، وربما تنضم اليها اطراف اخرى، وبالتالي ده سينعكس سلبا على الجانب الاوروبي. ولذلك اعتقد ان تركيا ستعمل حساب لمثل هذه الاعتبارات، واعتقد ان هي لن تمضي قدما في استفزاز والدخول في مواجهه عسكريه مع اليونان او غيره، ولكنها تحركات تكتيكيه استفزازيه لانها تفقد الكثير، ويمكن هناك ارتباك في القرارات التركيه لا تعي بشكل اكيد ماذا تفعل في هذا التوقيت الحرج، اللي هي فقدت فيه الاولويه والسبق في العديد من الملفات الاقتصاديه قبل السياسيه. كل الشكر استاذ هاني سليمان، مدير التنفيذي لمركز العربي للبحوث والدراسات، وعندكم